السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: قمع مستمر بأسلحة مختلفة لثوار تشرين السلميين. تستمر المحاولات الحكومية لقمع ثورة تشرين، وتستمر القوات الحكومية والميليشيات باستخدام كافة أنواع الأسلحة في سبيل إيقاع أكبر عدد من المتظاهرين السلميين. وآخر هذه الأسلحة هي أسلحة الصيد التي باتت تستخدمها الميليشيات والقوات الحكومية، والتي أوقعت الكثير من الجرحى بين صفوف المتظاهرين. نطرح عدة أسئلة في هذه الحلقة: لماذا استخدام أسلحة الصيد وتحديدا هذا النوع من الأسلحة؟ وما هو دور وزارتي الدفاع والداخلية في ظل وجود هذه الميليشيات القامعة للمظاهرات؟ وكيف سيتعامل المتظاهرون مع القمع الحاصل لهم؟ وكذلك أين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة في إيقاف قمع الحكومة والميليشيات للعراقيين السلميين؟ نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. بس حقوقه مظاهره سلميه قتلوه، وبعد جاي يموتون، بعد جاي يموتون. ربط أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تبعا إن شاء الله في هذه الحلقة. لدينا بعض المقاطع التي نبدأها مع حضراتكم، وهي بداية إصابة متظاهر جراء إطلاق القوات الحكومية خراطيش الكريات المعدنية المتعارف عليها محليا بالصتشم، وذلك قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. فنشاهد. نتابع كذلك خيام المفارز الطبية في ساحة التحرير، وهي تكتظ بالمصابين بخراطيش الكريات المعدنية التي تطلقها القوات الحكومية والميليشيات من بنادق أسلحة الصيد. فنشاهد. هاي شبابنا جاي تضيح، هاي شبابنا جاي تموت وجاي تنجرح. خلي نشوف العالم كله، خلي نشوف العالم. حسين نشوف العالم. صراحة وخر تحت طريق السيارة اليمنى فرزتها 13 ويا الفرامل الساحة رقم 4 كذا. خلي نشوف العالم. يلا ان شاء الله ما بيك، ان شاء الله ان شاء الله ما بيك شيء. لا بس لا توقع لي، لا توقع لي، لا توقع لي. الدكاترة دكتور الله دكتور والله زمبيا 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 يا ابوي زمبيا زمبيا. ضاع على الشعب، ضاع على الشعب يا ابوي.
ايش اشوف اخ ما واصل عيني ماي 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 ما واصل عيني دامكم يعني ايش اقولكم اذا اقولكم كل دقيقه يجينا واحد جوز ما صدقون اليوم الاصابات كلش هواي اليوم ما طبعا نعتذر لحضراتكم عن قسوة المشاهد لكنها واقع حال وهذه هي الحقيقة التي تحصل على الأرض فلا بد أن تتحملوها ولا بد كذلك لمن يشاهد من المسؤولين من في السلطة من الأحزاب من خارج العراق أن يتفهم حقيقة الأمور الجارية داخل هذا البلد وحجم المعاناة التي يتعرض لها العراقيون. دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن أيضا متظاهر عراقي فقد النظر بعينه اليسرى بعد أن أصيب بإحدى المعادن أو شظايا هذه الطلقات المتشظية التي تطلقها القوات الحكومية من أسلحة الصيد فنشاهد. هذا شيء والله بالجفن. اه بس بعد ما اشوف. لا شوف لان لين مسدوده شوف ما بيك شيء ما شويه بس شويه بصرا راح يا نورمال بس اللي يدك معي تعال بس جوا جوا يضلك اي طبعا لدينا ايضا مقطع اخر لوالد احد والد فتيين حقيقه وهو يتحدث ويتساءل اي دوله هذه التي تستهدف ابنائها باسلحه صيد فنشاهد. هاي الشباب احنا نربيها ونتعب عليها واخر شيء انت حاط لك دمبكشن تطير عيونهم انت يا دوله المن تابع قل لي تابع لايران تابع لامريكا ليش هيجي ولا ولدنا احنا نتعب عليهم وين ولدك بس قل لي بدي اعرف اني وانت وين اجيت ب 2003 على الدبابه الامريكيه ابنك وين وين مين انت قل لي بس قل لي شنو جنسيتك بريطاني جاينا عراقي هسه انت منو مين قل لي بس قل لي ايش قد اجيت عندك 100 دولار 100 دولار اجيت من هناك اجيت على الدبابه وهسه تقتل الشباب شبابنا تنسوا النجف واحد ايراني مات قاسم سليماني واحد ايراني مات سويت التعليه ماكو واحد هذا عينه راحت هذا ابنه استشهد هذا اخوه استشهد ليش هيك اثنين اخوه هذا بالجامعه وذاك بالجامعه اثنين ما اريدهم يصيرون ضباط اريد ابني يصير احسن مني انت منو بس قل لي. طبعا مشاهدينا الكرام بيّن أحد المواطنين خطورة نوع الطلق المستخدم بهذه الأسلحة أسلحة الصيد التي تستخدمها القوات الحكومية في قمع التظاهرات وكذلك الميليشيات ودعونا نشاهد مع حضراتكم ما الذي تحتويه كل طلقة من هذه الطلقات. السكن يطلع شوفوا كمية السكن اللي موجود بداخل كل اطلاقه تخيلوا هذا يدخل بعيون المتظاهرين السلميين ويتوجه الى اجسادهم كل هذا بسبب انهم خرجوا للمطالبه بحقوقهم المشروعه. كل إطلاقة نارية من هذه الإطلاقات التي تطلق تجاه صدور وأجساد ورؤوس المتظاهرين تحتوي هذا الكم الكبير من ما يسمى محليا بالسجم الكريات المعدنية. تخيلوا حجم الإصابات الحاصلة في صفوف المتظاهرين وتخيلوا كم تطلق القوات الحكومية نظرا لأسلوبها القمعي المتبع منذ أول يوم في الثورة وهذه الأوامر التي تعطى لهم من أجل قمع التظاهرات بهذه الطريقة الوحشية. طبعا منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات الحكومية وميليشيات الحشد بالمسؤولية عن قتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف. قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2019
إن فصائل من القوات الأمنية وميليشيات الحشد استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في العراق، وأكدت أن 70% من القتلى في صفوف المتظاهرين أصيبوا بطلقات في الرأس والصدر. كذلك أضافت المنظمة أن النشطاء والمحامين الذين يمثلون المتظاهرين والمسعفين الذين يتولون علاج الجرحى والصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي الأجهزة أجهزة الاستخبارات والأمن. هكذا تتعامل الحكومة مشاهدينا الكرام مع أو الأحزاب في العراق مع الثورة القائمة ومع الثوار المتظاهرين السلميين. بهذه الطريقة الوحشية وبهذا النفس الدموي يتم التعامل مع العراقيين غير مكترثين غير آبهين لعدد الضحايا الذي يسقط جراء هذه الأسلحة المستخدمة، جراء هذه العيارات النارية، جراء كل نوع أسلحة يمكن أن يستخدم في هذه في قمع هذه التظاهرات. نتساءل إن كانت تتحدث بعض الجهات عن حماية القوات الأمنية للمتظاهرين، أين هذه الحماية وهم يقمعون بهذه الطريقة وكما نشاهد هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى الذين يسقطون يوميا؟ معنا السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح نص صوت التلفزيون رجاء. إن شاء الله. تفضل حياك. واني خلت آخر درجة يوميا. العد ابتعد شوية لأنه ديطلع صدى صوت بالموضوع. تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد المفروض نعم. هم أن يكونون أولياء أمور ومسؤولين عن الشعب العراقي، ها؟ نعم. فهذه المواقف اللي دي يسووها تجاه المواطن العراقي اللي دي يطالب بحقوق بسيطة وهي حقوق مشروعة، نعم. ويجابهوه بالطلقات النارية وبالطلقات الصشم، زين؟ نعم. نعم. هذا مو إجراء، هذه الأسلوب يعبر على فلس، يعني انه هم خسرانين من العملية السياسية، غير قادرين على ان يلبون مطالب هذا الشعب. نعم. وهذه الخسارة هم الخسرانين، خسروا الشعب مالهم وخسروا تأييد هذا الشعب للعملية السياسية والمشاركين بها. نعم. المواطن تحمل ما تحمله. نعم. واللي تحمله مو قليل. نعم. اللي تحملناه مو قليل، أبنائنا وفقد كبار عوائلنا راحت، وكل واحد من عندهم مثل الورد، راح ضحية المن ضحية في سبيل طالب بمطالب مشروعة. هذه المواقف مالتهم اتجاه المواطن العراقي تبين على أنهم مو فقط متشبثين بالكراسي، نعم. وإنما يحملون حقد على هذا الشعب. فهذا الحقد عيب عليهم. وانكشفت كل أوراقهم أمام الشعب العراقي. فلما انكشفت أوراقهم وجودهم أساساً في العملية السياسية عيب عليهم. في المفروض يفتحون على نفسهم لأنه خانوا هذا الشعب وخانوا مطالبه. بعد كل اللي صار، بعد كل اللي صار يا صباح والتعامل الدموي الإجرامي اللي تعاملت به هاي الأحزاب والحكومات المتعاقبة من الاحتلال ولغاية هاي اللحظة مع المتظاهرين أو مع العراقيين بشكل عام، هل يمكن أن يتوقعوا أن هناك ثقة بقت عند العراقيين تجاههم؟ الثقة انزالت. نعم. الثقة انزالت. المواطن العراقي أصبح ما عنده ثقة بكل المشاركين بالعملية السياسية. نعم. وعلى هذا الأساس أصبح الشعب العراقي وهذول المشاركين بالعملية السياسية على طرفي نقيض. نعم. لأنه أصبحوا على طرفي نقيض، يعني الوطنية والرجعية أصبح أو الخيانة أصبحت على طرفي نقيض. هاي ما ممكن أن تنحل بالتوافق. إذا يريدون أن يخرجوا من بيناتهم شخصيات تعمل على التوافق بين مصالح هذا الشعب ومصالحهم هم، فهم فاشلين. هذا مو مسعى، هذا ضحك على الذقون، زين؟ لأن هم هسه هم على طرف نقيض مع مصالح الشعب العراقي. نعم. هل تتوقع أن مرشحهم محمد توفيق علاوي مكلف هاي الأحزاب
يمكن بأي شكل من الأشكال أنه يحقق الوعود اللي انطاها وأولها موضوع محاسبة قتلة المتظاهرين؟ هل يقدر؟ لو كان هذه المطالب ترضي اللي جابوه إلى سدة الحكومة وخلوا اسمه في سبيل أن يحتل هذا المنصب، لو كان هو قادر على إرضائهم بهذا الإجراء فأنا أقول لك ينجح، لكن مجرد هذه يخدر بها الشعب العراقي ومجرد أن يضحكون على الشعب العراقي، لأن اللي جابوه ما يرضون بهاي الشروط. ما هم اللي جابوه هم المتهمين بقتل المتظاهرين، هل يقدر يحاسبهم ويلاحقهم؟ فإذا هو أساسا لو كان مو وجوده يحقق مصالحهم، مصالح خلينا نكون واضحين، مصالح إيران، مصالح الميليشيات، لو مو يحقق مصالحهم ما يصعون اسمه ولا يجيبون اسمه ويحاولون أن يسندوها بالفترة الأخيرة، يحاولون يتوافقون بيناتهم، مو توافق مع الشعب العراقي، لكن يحاولون يتوافقون بيناتهم في سبيل أن يخلصون من هاي الأزمة وهاي المظاهرات اللي طولت فترة جدا طويلة. شكرا يا صباح، يمنصون من هاي المشكلة. شكرا لك يا صباح، كنت معنا من بغداد. لدينا بعض الرسائل المشاهدين الكرام. احدى المشاركات تقول: تغريدة مقتدى يقول نرحب بإيران وبيوتنا مفتوحة ومستشفياتنا مفتوحة، ليش هو إلى وحدة عبد؟ اللهم خليه يبقى يمهم ويعبدهم، مو يتاجر بأموال الشعب. وحتى لو مثلا رحب مقتدى الصدر بالإيرانيين وفتح لهم مثل ما يقول بيوتنا ومستشفياتنا، وين المستشفيات اللي بالعراق أصلا؟ أين هذه المستشفيات التي حتى هذه اللحظة لم تعالج العراقيين؟ القطاع الصحي منهار والعراقيين عايشين بالعشوائيات، ده يعزم على منه؟ يكفي إيران في العراق، هكذا رفع العراقيون هذا الشعار منذ أول يوم في التظاهرات مع شعار نريد وطن ونريد إسقاط النظام. رسالة أخرى تقول لأبو حاتم من الموصل: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام والثوار شعلة الثورة العراقية الكرام. بغداد عبر الزمان كانت ملاذا ومتسعا للأقوام، واليوم ضاقت بك السبل. طيب، يقول: اليوم صار واضح للعالم أن العراق يحتاج من المتظاهرين السلميين والثوار حكومة مستقلة، رئيس جمهورية شجاع ورئيس وزراء شجاع ووزير دفاع شجاع وقاضي نزيه وشجاع لإنقاذ العراق من هذه المأساة، والنصر لا يحب الأفق، وما النصر إلا من عند الله العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك يا سيد أبو حاتم. في رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد، الثوار رافضون لتكليف محمد توفيق علاوي مرفوض بأمر الشعب، ليعلم ساسة العملية السياسية أنهم مرفوضون رفضا قاطعا، لأنهم سبب ما حدث منذ 2003 وللآن من فساد وقتل وقمع وجرائم وسرقات، لذلك الخلاص من الأحزاب بأكملها هو المطلب المهم لنجاح ثورة تشرين. الحق والقيم والعدل لن تذهب هدرا، دماء شهداء تشرين الحق والقيم والعدل، الشعب يريد إسقاط الأحزاب. شكرا يا سيد مبروك. معنا سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نرحب بكم بقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا، حياك. بالنسبة لقمع المتظاهرين، يعني هاي البنادق الصجم والطشاري وغيرها، يعني هاي كلها مدروسة، يعني مثلا رئاسة الوزراء، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جماعة الأمن الوطني، يعني ما عندهم علم أن الشغب وغير الشغب والطرف الثالث اللي هو السرايا وغيرهم بدر عصائب جاي يقمعون المتظاهرين. بالطبع عندهم علم شلون جاي يتم قمع المتظاهرين بأشكال، بالسكاكين، بالتواثي، بالاغتيالات، بالخطف، بالترهيب، بالتصوير وفضحهم بالتصوير، كل شيء سووهم ويا المتظاهرين السلميين. لكن رئيس الوزراء اللي الناس، اكو بعض الناس من العراقيين يترجون خير من عنده، اي خير يترجون من عنده، والقتل بأبناء الجنوب وبغداد قدام عينه، وما يعني حرك ساكن، ما شكل لجان تحقيقية وراء القتل هذا اللي جاي يصير بالمتظاهرين. المفروض بيشكل لجان تحقيقية
حقيقية وصادقة. نعم. وتعرف الناس يعني نتائج هذا التحقيق من وراء القتل، من اللي جاي يضربهم، من اللي جاي يقمعهم، وهم شايلين علم وهتافات فقط، هتافات بعراق حر وعراق موحد، وما عندهم أي أعداء ضد أي دائرة أو بناء، بالعكس هم يحمون المصارف وهم يحمون الأسواق وهم اللي يحمون البنايات التجارية. لكن الرئيس الوزراء وغيره هم متعمدين يسوون هذا الأسلوب في سبيل إخافة المتظاهرين ويخلوهم يرجعون ويعدلون عن اللي جاي يفكرون به في سبيل إسقاط الحكومة. ليش هذا النوع من الأسلحة يا صباح برأيك؟ هذا النوع المتشظي، الرصاص المتشظي. أنا أتوقع برأيي يعني حالات القتل اللي صارت والاستشهاد اللي صار بالمتظاهرين، الأعداد صارت مخيفة يعني وصلت الألف إلا، فرادهم إن يضربون بهي شغلات في سبيل إصابة، يعني يأخذون بس إصابة منه ويقعدوا بالبيت يفقسون عينه يأذونه إصابات يعني دقيقة تكون بالجسم في سبيل ترعيب وخافة المتظاهرين. أما قتل ما يريدون يقتلون لأن صار ضغط عليهم دولي وكل الناس جاي تحكي بالقمع اللي موجود، القمع الحكومي والميليشياوي اللي جاي تنفذ حكومة بغداد. يعني فهاي الكسريات والفتم غيره أقل من الكتل، يعني شيء أخف ويستخدمونه ضد المتظاهرين. لكن لكن وزير الدفاع وزير الداخلية أنتوا باكر عقبة ما مسائلين أمام الله على هاي الدماء اللي جاي تسيل بشوارع بغداد وبجنوب بغداد. المرجعية اللي ساكتة، المرجعية اللي مقتدى خبصنا أبو الإصلاح اللي عنده 5 وزراء وعنده 55 عضو نائب برلماني وعنده وكلاء وزراء بالدولة وهو جزء من الدولة ويحكي بالإصلاحات. أنت ما تدافع على الناس يعني أبناء جلدتك والمرجعية في النجف، ما تدافعون على المواطنين العزل يعني وقفتوا صامتين تطلع. سيد صباح، مقتدى الصدر من يدعو القوات الأمنية أن تحمي المتظاهرين ما يسمعوا، لكن من يدعو قبعات زرق أن ينزلون للساحة ويفرغون الساحات من المتظاهرين تلقاهم رأسا جاهزين بكل الأسلحة حتى يقمعون الناس. إيش معنى بهاي ما يسمعون مقتدى الصدر؟ محمد احنا نعرف ان مقتدى هو جزء من العملية السياسية، واللي صار على المتظاهرين من قبل جماعة مقتدى ومن جماعة الطرف الثالث احنا نعرف من طلعت القبعات الزرق ما حد تعرض لها، لا يم السفارة الامريكية تم قمع القبعات الزرق والميليشيات والحشد اللي ظاهر امام السفارة، ولا حتى من سيطرهم واحتلهم المطعم التركي من قبل القبعات الزرق ما حد اعتدى عليهم. اذا اللي جاي يعتدى على المواطنين هم نفسهم القبعات الزرق والعصائب وغيرها، وهذا الطرف الثالث الايد الخفية للحكومة وبعلم الحكومة والقانون قانون يحميها، لا طلع وزير عدل ولا حقوق إنسان ولا القضاء مجلس القضاء الأعلى ولا أحد ندد بهذا القتل وهذا الاختطاف وهذه الاعتقالات اللي جاي يصير من المتظاهرين. المرجعية في النجف كل جمعة ظل صامتة من الجمعة للجمعة، يعني القتل اللي يصير بالأيام الأسبوع ما تحكي بيه، تنتظر إلا يجي يوم الجمعة حصرا يوم الجمعة. يعني أنتوا ليش ما تحكون من يصير انتهاكات يوم السبت أو الأحد أو الاثنين ويطلع المرجع ينزل بيان يعني إذا إن وجد مرجعية يحكون ليش يصير هيك انتهاكات بابل وذيقار والبصرة والنجف وكربلاء وبغداد؟ يعني المرجعية ليش ما تقول للحكومة كافي قتل؟ الظاهر هذا أسلوب الصدشم وغيره أسلوب بديل عن القتل، يقول لك لا تقتلوهم، كسروهم أو صوبوهم في سبيل يرقدون بالبيوت وبعد ما يطلعون ويخافون أو يصير ضغط من الأهالي لهم أو الأب يقول له بعد لا تطلع احتمال راح يضربوك صدشم أو غيرها، ترعيب للتخويف للمتظاهرين. يعني فصمت المرجعية وصمت الحكومة وصمت الأجهزة الأمنية يعني من يم القبعات الزرق محميين ملائكة عبالك، ومن يم الناس العزل الأبرياء المواطنين اللي جاي يطالبون بأقل حقوق وهي توفير الخدمات والوظيفة والتحسين المعاشي وهذا الظلم الموجود بالشارع العراقي. يعني ما جاي يطالبون بفتشي، يعني كلها المفروض الحكومة توفرها بدون كل شيء، هاي أقل شيء. يعني المرجعية المفروض تقول يعني مثلا أي قطاع تريد تحكي به، بدل ما تحكي لنا سوالف مال دبة بيوم الجمعة تحكي على قطاع الزراعة، شنو انتو سويتوا بقطاع وزارة الزراعة بالعراق كله كعامة؟ لا شيء. وزارة التربية لا شيء، كهرباء وزارة الكهرباء، وزارة التجارة، كل الوزارات معطلة بسبب
تدخل رجال الدين وبسبب تدخل الميليشيات وبسبب تدخل الأحزاب الإسلامية اللي هي مهيمنة على كل فواصل الدولة وما يريد العراق ينهض والعراق يتقدم خطوة للأمام. عبارك شيء مقصود من قبل كل الأطراف. أشكرك سيد صباح، كنت معنا من بغداد وضحت الفكرة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا أدانت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون والقنوات الفضائية على أيدي القوات الحكومية والميليشيات. قالت اللجنة إن القوات الحكومية والميليشيات ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الإعلاميين والقنوات التلفزيونية التي تغطي أحداث ثورة تشرين، ودعت المنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحماية الصحفيين في العراق. الكل مرصود والكل مستهدف في ثورة تشرين. عندما نتحدث عن الإصابات التي تسقط من المتظاهرين جراء استخدام أسلحة الصيد، هذا الرصاص المتشظي أو ما يسمى محليا بالصچم، نرى أن هناك أيضا ملاحقة وعمليات اختطاف واعتداء على الكوادر الطبية والمسعفين الذين يقومون بمداواة المصابين في هذه التظاهرات. بل بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك أوامر خرجت من الأحزاب ومن الحكومة بشكل عام إلى المستشفيات بالتوقف عن معالجة المصابين الذين يدخلون إلى هذه المستشفيات في كثير منها. هذا الموضوع في سبيل الضغط أكثر على المتظاهرين. حقيقة دائما نتساءل، هناك كثير من الأجوبة لكن نبقى نتساءل عن هذا السبب. كما قال السيد صباح من بغداد أول اتصال، يحملون حقدا تجاه العراقيين. ما الأسباب؟ ما الذي فعله العراقيون لهذه الأحزاب؟ ألم هو الذي يوصلهم أو بعضهم أوصل هذه الأحزاب وأعطاهم ثقة لعل وعسى أن يقومون ببناء هذه الدولة بالشكل الصحيح وأخلفوا الوعد وكثير من الوعود التي أخلفوها؟ ألم يعطي العراقيون فرصة واثنين وثلاثة إلى هذه الأحزاب من أجل أن ينتظروا إنتاجا منها؟ وما الذي قدمت؟ ما الذي قدمته هذه الأحزاب سوى الميليشيات، سوى فرق الموت، سوى تدمير كامل وشامل لكل قطاعات البلد بكافة اختلافاتها وأنواعها؟ ولم يبقى في هذا العراق شيء يسمى حياة، والآن خرج العراقيون يطالبون بوطن. من معنا الآن؟ السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. والله استاذ محمد ذكرت انه الخراب والدمار جابوه للبلد هم دول الميليشيات وغيره وغيره، لكن انا اتعجب الى ميليشيات تعدادها خلي يكون 100,000 يطشر موزعة منا ومنا حال الجيش. اذا الجيش كان وطني ليش ما يطلع يدافع عن المتظاهرين ويقول كلهم اخوانهم وابنائهم وابناء عمومتهم؟ زين يعني الى متى ينتظرون هذه الاهانات اللي وجهوها بعد الضرب اللي صار عليهم بالطلقات الناريه وبالاسلحه الاخرى الغازيه؟ زين الو. نعم وياك ابو عمر. ابو عمر ما شاء الله الان وصل الى مرحله الوباء راح يجي العراق من ورا ذوله. هو السرطان جاي وكورونا جاي وهسه ما شاء الله الان لحد الان وصلت الوفيات في ايران الى 9 وفيات مقتل 9 نتيجه الاصابه بكورونا. انا خايف من هذا الشيء انه دول يستغلوها ويدخلون هذا المرض للعراق.
يدمرون بالشعب العراقي ويدمرون بالمتظاهرين انتقاما من عنده. حقد عليه حقد مجوسي نجس الى هالدرجه هذا بطل. زين استاذ حذرهم وكل شيء من كل نواحي حذرهم. لا تخلوهم يكونوا غافلين على اي شيء. هذه المطارات تنقطع، الحدود تنقطع، الشعب هو يقطعها. انت ما تبقى بهذول انه ينصروك، هذول ما ينصروك مستحيل. سيد ابو عمر قطع المطارات. تفضل. قطع المطارات ابد، طرد الايرانيين بشكل كامل. زين ممنوع نزول اي مسافر سوى مطار بغداد، النجف، البصره، حتى في اربيل. حتى في اربيل احنا ما مستعدين نخسر وحاي عشرات الالاف من اجل ايران. ما كفى هذا، هذه دولة الشر، ما يجي من وراها الا الشر والموت والغضب. الله يغضب عليهم ان شاء الله ويدمرهم تدمير. شكرا يا ابو عمر، كنت معنا من السلام. شكرا جزيلا. في رسالة لدينا من احدى المشاركات السيدة ام عبد الله من البصرة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. اخويا محمد انا متعجبة من وزير الداخلية، ليش هسه فتح الحدود الى ايران؟ شنو يريد يكتلون الشعب بهاي الطريقة؟ وهو من يصرح؟ مو اكو وزير خارجية؟ شوف وين وصلت الحقارة مال ذيول ايران، لك الله يا عراق. ريان من الاردن تقول: اتمنى ان اكون بين اشقائي طلاب العراق، وترسل التحية. شكرا لك يا ريان. يعني مشاهدينا الكرام، بهذه الوحشية يتم التعامل مع العراقيين بكافة الطرق، والآن هناك هذا التهديد، وتم تداول وسم حقيقة من أجل إغلاق الحدود مع إيران لطبعا منع انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد ثبوت وفاة شخصين جراء هذا الفيروس في إيران. هناك مخاوف وهناك دعوات، لكن في ظل وجود هذا الانتماء والولاء المطلق إلى إيران، فحقيقة كل شيء متوقع من هذه الأحزاب والحكومة الفاسدة أنها ممكن أن تفتح الحدود لإيران، أو كما قالت إحدى الناشرات على الواتساب مقتدى الصدر وغيره، يفتحون صدورهم وبيوتهم، يفضلون أو يريدون الإيرانيين يجون حتى يداوون بمستشفيات العراق الراقية طبعا. فهذا الشيء غير مستبعد حقيقة، ويجب أن يكون هناك حذر من الداخلين من إيران إلى العراق، يجب أن يكون هناك تدقيق لهم. ولكن هذا الكلام طبعا يوجه إلى الشعب وليس إلى هذه السلطة الحاكمة. رياض من أمريكا تفضل يا سيد رياض. أهلا أخ محمد. مساء الخير. أهلا وسهلا. تفضل. تفضل يا رياض. رياض تحياتي لك يا أخ محمد، وتحياتي لقناتكم البطلة والمجاهدة. أهلا وسهلا. وإلى طاقم قناة الرافدين. حياك الله. لا حول ولا قوة، يعني غسلنا إيدينا من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. نعم. كلها منظمات مجرمة وفاسدة. من أول تأسيس هذه المنظمات 5 دول تحكم العالم. أبرز هالدول الاستعمارية أمريكا بريطانيا. هم يسيطرون على الأمم المتحدة بأموالهم وأسلحتهم المخدرة. لهذا السبب الحكومة العراقية الملكية تقتل وتخطف، ينعدها ضوء أخضر من قبل هذه المنظمات الفاسدة. نعم. الأمم المتحدة. من دمر العراق أمريكا وبريطانيا حصار على العراق 13 سنة، وكانوا يسرقون أموال العراق نفط مقابل الشاه. وكل هذه الأحزاب كانت مهزومة من نظام مصحوم قدام حسين الله يرحمه. ينسان يعتم جميع فاسد مثل مقتدى الصدر وأمثاله. المظاهرين لا ينتظرون مساعدة من أي دولة أو منظمات دولية. لازم الشعب يأخذ حقه بالقوة، يعني بالسلاح، لأن المجرم لن يتعامل بالسلام، فهؤلاء مجرمون وفاسدون، فالتعامل معهم بالسلاح يا أخ محمد. وشكرا كثيرا. شكرا لك سيد رياض من أمريكا. دائما نعود ونقول بأنه هذا خيار غير مفضل الآن، وطبعا خيار يعطي الذرائع للسلطة الحاكمة وللميليشيات بقمع المظاهرات والمتظاهرين بشكل أكبر. وإن كان هناك قمع حاصل نعم، لكن سيكون أقوى وأقسى تجاه المتظاهرين إن تحولت هذه
الثورة إلى شيء آخر غير السلمية. ودائما ما كنا نقول أن هذه الذرائع التي تنتظرها السلطة الحاكمة من أجل أن تبيد المتظاهرين بكاملهم في كافة المحافظات العراقية، لكن هي تبقى وجهة نظر وتحترم. شكرا لك. طبعا واشنطن على لسان السفارة الأمريكية في بغداد دعت إلى إنهاء الممارسات، دعت الحكومة في بغداد إلى إنهاء الممارسات الإجرامية التي تنتهجها أجهزتها الأمنية وميليشياتها ضد المتظاهرين السلميين. السفارة الأمريكية في بغداد قالت إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ندد خلال زيارة أجراها إلى بغداد بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين، وأعرب عن دعم بلاده للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع والتعبير عن مطالبهم المشروعة، رغم أن هناك إدانة أمريكية. لكن نعود لنقول أن أمريكا هي سبب هذا الخراب أصلا الحاصل في العراق. مع هذا، هذا إثبات أن حتى الولايات المتحدة تعلم بحقيقة الأمور وتشاهد. ولذلك دائما ما نتساءل، لماذا يبقى هذا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة متفرجة على ما يحصل في العراق وهم يعلمون جيدا كيف تسير الأمور، ومن الطرف القاتل ومن الطرف القامع ومن الذي يحمل السلاح تجاه الآخر ومن الذي يسقط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى السلميين من العراقيين؟ تعلم لكن تبقى ساكتة. مشاهدينا، أود أن أذهب الآن إلى فاصل آخر ونعود لحضراتكم بعد قليل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، معنا الآن السيد أحمد من السويد. تفضل يا أحمد. أحمد من السويد، سويسرا، مصني السويد، سويسرا. تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية جنابك، تحية قناة الرافدين، قناتكم الغراء. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك أستاذ محمد. تفضل يا أحمد. عزيز أستاذ محمد، بالنسبة للقمع، القمع هو متواصل منذ الأول يوم لانطلاق تظاهرات أو ثورة تشرين المجيدة في 1 أكتوبر 2019 بمنهجية قتل ميليشياوية نهجتها حكومة المحافظة الطائفية. نعم. في المنطقة الخضراء. ولا زال القمع مستمر لإطفاء، الغاية من إطفاء جذوة الانتفاضة واستمرار نظام المحافظة الطائفي الذي جاء به المحتل الأمريكي منذ 2003 إلى يومنا هذا. نعم. وما شاهدناه من سيناريوهات هزيلة بما يسمى الطرف الثالث. وبالحقيقة أنا يعني لم أفهم ولا العالم يفهم لحد الآن من هم الطرف الثالث. الطرف الثالث هم الدولة العميقة التي يقودها الميليشياوي نوري المالكي وميليشيات الحشد الشعبي، ما يسمى بالحشد الشعبي، وهي كلها ميليشيات مخترقة إيرانيا وممولة إيرانيا وتفتخر بالولاء إلى إيران. صحيح. فأنا اليوم نعيش، إحنا لا نعيش حالة، نعيش حالة لا دولة منذ 2003، وإيران تسعى لفرض سطوتها على العراق بعد الانسحاب الأمريكي ب 2011 لاحتلال العراق عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. رأيك بالطريقة اللي تتعامل وياها السلطة اليوم مع المتظاهرين واستخدام أسلحة صيد، حتى انتشر وسم يعني اللي توقفوا عن صيدنا، يعني احنا حش السامعين، احنا مو حيوانات تصيدونا أو تستخدمون هاي الأسلحة تجاهنا. هاي الطريقة وهذا النوع من الأسلحة اللي تستخدم السلطة برأيك على ماذا يدل أو كيف يمكن أن يفسر يعني؟ عزيز أستاذ محمد، سلاح هاي بنادق الصيد الغرض منها الموت البطيء للمتظاهرين، يعني كما تعلمون هاي
الصتم ما يسمى بلهجتنا العامية الصتم. نعم. هذا الصتم يستقر في داخل الجسم في الجلد. ومن الصعب استخراجه، حتى من عند استخراجه بعملية جراحية سوف يؤدي إلى التهابات، وقد يؤدي إلى كانسر بالعظم، يعني سرطانات العظم. نعم. فهذه عملية مبنهجة، الغرض منها الموت البطيء للمتظاهرين. نعم. مارسوا كل أنواع القمع، مارسوا الترهيب والترغيب واختطاف المتظاهرين، حتى النساء لم تسلم لأول. نعم. مرة بالعراق اليوم، وهذا ليس من شيم لا من العرب ولا من شيم الإسلام، نساء يختطفن، نساء يقتلن، مارسوا سياسات تشويه الانتفاضة بحجة أنه المخالطة وارتكاب أعمال غير شرعية في خيام المعتصمين، وكلها غرض منها تشويه خيام الاعتصامات، ويريد الهدف الأسمى إنهاء جذوة الانتفاضة والثورة التي تهدد عرشهم، تهدد عرش الطغاة في المنطقة الخضراء. وإن شاء الله إن شاء الله زائلون هم إلى زوال. شكرا يا احمد. وعلى الشعب العراقي وعلى اخواننا في المناطق الغربيه ان يبداوا ثورتهم كما ثاروا في 2011، ومارس الدكتاتور المجرم الميليتشاوي نوري المالكي عمليات القمع والقتل، والتي لا زال قسم كبير من اهلنا في المناطق الغربيه لا يزالوا مغيبين، اكثر من 12,000 أو ما يزيد بالمناطق الاستقلاوية. نعم. آبائهم ما يعرفون أين ذهبوا. صحيح صحيح. أحمد أنا أشكرك، كنت معنا من سويسرا، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو علي من السويد تفضل. عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك وللكادر القناة وللمشاهدين الكرام، حياك الله. نعم. وسهلا. أريد بس أداخل هذا اليوم على مود التظاهرات. نعم. واللي يريد يسكت التظاهرات. بالنسبة إلى تسكيت التظاهرات، هذا حلم، وحلمهم راح يكون بالهواء. لأن الشباب اللي ضحى بدمائه الشريفة الطاهرة. هذا الدم اللي سالت هو نفس الدم اللي سالت بالمعركة البدر والأحد. بطهارة دماء الشهداء يلي سقطوا بالبدر والأحد. أخي هذول يجربون شتى أنواع أساليب قمع. إلهم حلال طبعا، يلي يسووهم حلال لهم، لكن إذا بحجة المتظاهرين بيهم مندسين وبيهم ذيولة، والله ماكو ذيولة غيركم. والله العظيم. هذا أول شيء. نعم. وثاني شيء على مود المنداس احنا كلنا نعرفه، وأني نعم. بمت أعرفه بشهادتهم. نعم. مو شهادة غريب، يعني بشهادة قيس الخزعلي ببرنامج مع الدكتور نبيل. يلي قال أخويا ساحة التحرير ملسم. نعم. زين، إذا أخوه ملسم ليش ملسم إذا مو مندس؟ يعني كم واحد من عندهم مشارك وملسمين؟ يعني هم بصفوف الجيش ملسمين وبصفوف المتظاهرين ملسمين. يعني عجبا، هل هذا يعني غريب؟ هذا بوضوء الشمس مبين من المندس. أما عن نوعية يريدون والله تسكيت الشباب، والله الشباب ثارت، وهذا ثورة ما يوقف إلا بزوالهم. إلا بزوالهم ورجوعهم للمكان اللي اجوا من عنده. يلي كان يبيع السبح، يلي كان بسوق المروي بطهران، وين ما كانوا راح يرجعون، لأن العراق ما يصير مكان يلي يقتل العراقي. العراقي ما يقتل عراقي يا أخويا. لكن الزيولة يقتلون العراقي. هذولا إذا إيران يحسبهم بالزيولة هم أحسن. حتى قيمة بشر ما معتبر لهم. فرحم الله شهدائنا،
والله ينصرهم على أعدائهم كما نصر المسلمين أيام البدر والأحد. نعم. وتحياتي إلى بقية الأبطال الرابطين بجميع الساحات التظاهر. نعم. بنسائهم بشيوخهم بشبابهم بأطفالهم بشتى أنواعهم. نعم. والله ينصر العراق. شكرا يا والرحمة رب. للشهداء والصبران إلى والدة ووالد الشهداء الكرام. شكرا يا أبو علي، كنت معنا من السويد، شكرا للمداخلة فيما تبقى من وقت. لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيتم إبادة الشباب ولن يبقى في العراق إلا النساء. الذي يجري الآن جريمة كبرى ترتكبها إيران على يد ميليشياتها، والذي يدمي القلب أنهم عراقيون. يجب أن ينهض عشائر الأنبار أو تنهض عشائر الأنبار مع عشائر الجنوب لوقف المهزلة وإنقاذ العراق. في رسالة تقول: الثورة ستنتصر والشعب صامد والصبح قريب. أنا أشكر جميع المشاركين الكرام على الواتساب وعلى الاتصالات، وأشكر حضراتكم أيضا لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.